السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كتير مننا عاوز يقف في الصيدليات بس مش عارف يبدا منين ايه او يشتغل ازاي في ناس تقول له امسك كراسه وخد صف صف ناس تانيه تقول له خد الانتيبيوتيك واعرفه ومحفظهم واي روشته تجيلك انت عارف الانتيبيوتيك ما لقيتوش في الروشته خلاص روح دور على الادويه تانية في الصيدليه انا ذات نفسي ساعه ما بدا عانيت من المشكله دي مش عارف ابدا ازاي ولا عارف اعمل ايه فجت لي الفكره دي ان ابدا شويه فيديوهات عن مجموعه من الادويه كل فيديو تضمن اشهر الادويه الموجوده في السوق استخداماتها بعض الملاحظات عليها وكمان صور الادويه طبعا دي اهم من الادويه ذات نفسها انك تكون عارف صوره الدواء واسمه التجاري وكمان يتضمن الشرح معلومات عامه عن المرض ذات نفسه طيب نبدا بسم الله موضوعنا النهارده عن المسكنات وطبعا مفيش ما صيدلي ما ينفعش يكون مش عارف المسكنات بس هنحاول نبدا بصوره مختلفه من غير ما نذكر الادويه في الاول تعالى نعرف الالم بيحصل ازاي او الالتهاب بيحصل ازاي في في الجسم ماده تسمى أراكيدونيك اسيد الأراكيدونيك أسد ده عبارة عن لبن محبوس داخل جميع أنسجة الجسم وبما إنه محبوس فهو مش حر ولا طليق لا لازم حاجات معينة تحفزه انه يتحرر ويؤدي الوظيفة بتاعته ايه وظيفته؟ انه يتحول لمادة تسمى بروستاجلاندين والبروستاجلاندين ده المايسترو بتاعنا ليه؟ لانها المسؤولة عن تكوين البين والانفلاميشن والفافر بس ده طبعا على حسب المكان اللي بتخرج منه او بتخرج فيه طيب هو ايه اللي بيخلي الاراكيدونيك اسد يتحرر؟ مثلا حصلت انفكشن انفكشن يعني عدوى سواء كانت فيروسية او بكتيرية ادي ده احد الاسباب تاني سبب الدورة مثلا الدورة الشهرية تؤدي لخروج البروستاجلاند وتحرر الاراكيدونيك اس وكمان سبب حماية المعدة من افرازات ال HCL طب وبعد ما يتحرر بعد ما يتحرر هيلاقي انزيم اسمه كوكس الكوكس ده هيحوله للبروستاجلاند والبروستاجلاند يؤدي وظيفته ايه وظيفته اللي هي تكوين الفيفر والبين والانفلاميشن طب تعالى نتعمق شويه انا اصبت بانفكشن معين الانفكشن دي هتروح بسرعه على مكان الحبس بتاع الاراكيدونيك اسيد تعمل له ايه تنبهه تصحصحه تقول له اطلع بسرعه هارم الكائن الغريب ده وتقضي عليه او حتى على الاقل عشان تحسس المريض بالالم فيعالج نفسه فالانفكشن تروح بسرعه على مكان الحبس بتاع الاراكيدونيك أسد ، وتنبهه وتصحصحه وتقول له اطلع بسرعه وتحرر عشان تهارم الكائن الغريب ده فالاراكيدونيك اسيد بسرعه يتحرر ويتحول الى الصوره الفري بعد ما يتحول للصوره الفري يدور على الانزيمات اللي هتحوله طبعا احنا قلنا مين اللي هيحوله انزيم الكوكس بس احنا ما عندناش نوع معين من الكوكس لا ده احنا عندنا ثلاث انواع من الكوكس كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3 بالتالي هنقسم الجسم لثلاث مناطق منطقه يؤثر فيها الكوكس 1 منطقه اخرى يؤثر فيها كوكس 2 منطقه ثالثه يؤثر فيها كوكس 3 طيب تعالى ناخده منطقه منطقه لا تعالى ناخده اهم منطقتين والمنطقه الثالثه مشروحه في فيديو قبل كده في فيديوهات قبل كده نيجي على المنطقه الثالثه اللي هي ايه السي ان اس او الهايبوثالامس عارفين ان الهايب ده منظم الحل. الحراره في الجسم يبقى هو ده اللي بيسيستم الحراره بتاعه الجسم هو اللي مظبط درجه حرارتك على 37 درجه مئويه ايه اللي يحصل لو حصلت انفيكشن في السي ان اس او الهايبوثالاموس الانفيكشن تروح بسرعه على مكان الحبس بتاع الاراكيدونيك اس تنبهه انه يتحرر فبسرعه الاراكيدونيك اس يتحرر ويتحول للصوره الفري بعد ما يتحول للصوره الفري يدور على الانزيم اللي مستنيه انا فين حاليا الهايبوثالامس الانزيم اللي موجود في الهايبوثالامس انزيم يسمى كوكس 3 كوكس 3 فكوكس 3 يعمل ايه كوكس 3 بسرعه يحول اراكيدونيك اسيد الى بروستاجلاندين احنا حاليا موجودين في السي ان اس او الهايبوثالامس فيعمل ايه البروستاجلاندين سريعا البروستاجلاندين يؤدي الى تغيير السيستم او يعمل ريستور للهايبوثالامس ويقول له ايه لا اه انت درجه حرارتك المفروض 40 مش 37 فيغير الهيبوسال مصدر درجه حرارته ويحولها ل 40 فبكده ادى الى حدوث الفيفر وكمان البروستاغلاندين غير الفيفر تؤدي الى البين سنترال يعني التهاب النيرف التهاب الاعصاب ادي ده اول كوكس لا كوكس 3 طب نيجي على المنطقه الثانيه اللي هي الاطراف وطبعا الاطراف مش معناها الايدين والرجلين بس لا معناها الجسم كله لان الجسم يعتبر اطراف الجسم ينقسم لقسمين بريفرال وسنترال السنترال اللي هو السي ان اس والسباينال كورد غيره المهم يعني ان هو ايه لحصاء بينما البريفرال تشو يعني البريفرال رجلين ايدين الجسم عامه وهكذا طيب حصلت انفكشن في البريفرال تشو الانفكشن تروح بسرعه على مكان الحبس بتاع الاراكيدونيك اسيد وتنبهه وتصحصحه وتقول له اطلع بسرعه عشان تهرم الكائن الغريب عشان تقضي عليه فبسرعه طيب الاراكيدونيك اسيد يتحرر ويتحول للسورال الفري بعد ما يتحول للسورال الفري يدور على الانزيمات اللي مستنياه يلاقي مين مستنيه في البريفرال تشو يلاقي كوكس حتى فيعمل ايكوكس 2 كوكس 2 سريعا يحول الاراكيدونيك اسيد الى البروستاجلاندين انا موجود فين موجود في الاطراف فاعمل ايه فالبروستاجلاندين في الاطراف يعمل ككيمو تاكتيك ايجنت منبه بينبه ايه بينادي بسرعه على الخلايا المناعيه الاخرى وازدر ايميون سيستم ليه عشان يهاجموا الكائن الغريب فبسرعه البروستاجلاندين يرسل الاشاره للخلايا المناعيه ويقول لها تعالي بسرعه في كائن غريب في المنطقه دي فالخلايا المناعيه الاخرى تيجي بسرعه تبحث على مكان الاشاره تلاقي البروستاجلاندين معلق المكان اللي فيه الانفكشن فتيجي مهاجمه الكائن الغريب بتهاجمه ازاي الخلايا المناعيه بتفرز مواد تسمى انترليوكينز الانترليوكينز دي ليها سب تايبس كتيره ليها انواع كثيرة انترلوكينز 1، انترلوكينز 2 وغيره، بعض الانترلوكينز تقوم بمهاجمه الكائن الغريب لتقضي عليه، والبعض الاخر تسمى انترلوكينز 1 او اندوجينوس بايروجينز، طبعا بايروجينز يعني رافع للحراره، تؤدي الى حدوث الفيفر، طيب الانترلوكينز 1 او بايروجينز تروح بسرعه على السي ان اس او الهايبوثالانس، تعمل ايه؟ تنبه او تحفز الكوكس 3، بعد ما تحفز الكوكس 3 فالكوكس 3 كان بيعمل ايه الكوكس 3 كان بيحول اراكيدونيك اسيد لبروستاجلاندين في الهايبوسلامس عشان يؤدي الى الفيفر والبين سنترال او بالظبط ده اللي هيحصل البيروجينز او الانترلوكينز 1 دي هتحفز الكوكس 3 الموجوده في الهايبوثالاموس او الـ CNS ان اس فيعمل الكوكس 3 يجي محول اراكيدونيك اسيد الى بروستاجلاندين فالبروستاجلاند موجوده فين حاليا موجوده في السي ان اس او الهايبوثالاموس فتقوم بايه تقوم بالفيفر والبين سنترال يبقى كده خدنا اول منطقتين ثالث منطقه اللي هي الاستومك والبليتلت والوول اوف بلاد فيسلز وكمان الكدني وطبعا قلنا ثالث منطقه دي بيعمل فيها مين بيعمل فيها كوكس 1 كوكس 1 ده اللي هو الهاوس كيبنج بتاع الجسم اللي هو بيحمي الجسم بيحمي ازاي بيؤدي الى ستومك <SOMAC> بروتكشن ويؤدي الى بلاد <سؤال> clotting او التجلط ويؤدي الى السيبلينج اوف بلاد يعني انسيابيه او انزلاق البلاد وكمان يؤدي الى زياده الجلوميرال فلتريشن ريت اللي هو معدل الترسيب فبيخلص الجسم من الاملاح الزياده اللي موجوده ده في الجسم طبعا احنا شرحناها بالتفصيل في فيديوهات قبل كده طيب تعال نجمع كده كوكسات بتعمل ايه عندنا 3 سايز اوف كوكس كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3 كوكس 1 يؤدي الى جامك بروتكشن زياده الجلومير فلتريشن ريت وكمان البلات كلاسين بواسطه الثرومبوكسان A2 طبعا طب كوكس 2 كوكس 2 يؤدي الى الانفلاميشن والبين بريفرال كوكس 3 يؤدي الى الفيفر والبين سنترال <سؤال> كده عرفنا الكوكسات بتشتغل ازاي فعشان كده عندنا 3 تايبس من الادويه او من الان اس ايه التايبس دي اول تايب نون سيلكتيف كوكس ثاني تايب سيلكتيف كوكس 2 ثالث واحد سيلكتيف كوكس 3 طبعا النون سيلكتيف كوكس ده بيصيب كله كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3 فبالتالي ليه مزايا وليه عيوب ايه مزايا مزاياه انه بيؤدي الى بيمنع كوكس 3 فبيمنع الفيفر وبيمنع البين بيمنع كوكس 2 فبيمنع الانفلاميشن ويمنع البين بريفرال طب العيوب انه بيمنع الكوكس 1 واحنا قلنا ان الكوكس 1 ده الهاوس كيبنج بتاع الجسم فبالتالي بيؤدي الى اريتيشن للمعده بيؤدي الى يقلل الجلوميورا فلتريشن ريت فبيؤدي الى احتفاظ الجسم بالاملاح والميه مما يؤدي الى ارتفاع الضغط فبالتالي النون كوكس تمنع مع مرضى الضغط وكمان الرينال فيليور لان الرينال فيليور عندهم مشكله في الكليه وانت لما بتقلل الجلوميورا فلتريشن ريت بتبوظ الدنيا عندهم اكتر كمان حاجه يمنع مع مرضى سيولة ليه؟ لانه بيقفل كوكس واحد واحنا قلنا كوكس واحد بتؤدي الى البلاد كلوتنج لما انت تمنعها هتؤدي الى سيوله هو عنده سيوله وانت بتؤدي للسيوله يبقى بوسط الدنيا اكتر طيب طب السلكتيف كوكس 2 السلكتيف كوكس 2 يعني بيصيب كوكس 2 بس فيمنع الانفلاميشن والبين بريفرنس عشان كده غالبا بيستخدم مع خشونه المفاصل طب كوكس 3 سيلكتيف كوكس 3 ده بيمنع كوكس 3 بس فبيؤدي الى انه يقلل الفيفر ويمنع البين سنترال كده عرفنا معلومات عامه عن الادويه تعال بقى ناخد ملاحظات عامه عن الادويه وبعد كده نخش على الادويه عندنا اربع ملاحظات عن الادويه اول حاجه الانس ايد تمنع مع مرضى الضغط ومرضى الرينال فيليور وكمان الحوامل تاني ملحوظه تمنع مع مريض الفافيزم طبعا ففزم اللي هو انيميا الفول خاصه الاسبرين يمنع مع مريض الففزم ثالث ملحوظه المسكنات تؤخذ بعد الاكل تؤخذ بعد الاكل تؤخذ بعد الاكل معلومه مهمه رابع ملحوظه المسكنات تمنع مع مريض السيولة خامس ملحوظة المسكنات لازم تتوقف قبل إجراء أي عملية عشان بتؤثر على كوكس 1 خاصة النون سيلكتيف كوكس قال لك النون سيلكتيف كوكس ممكن توقفها النهارده وتعمل عملية بكرة بس الأسبرين لا الأسبرين لازم توقفه قبل العملية بأسبوع على الأقل طيب نخش بقى على الأدوية أول نوع معانا اللي هو النون سيلكتيف كوكس اللي هو بيدمر كل كوكس 1 كوكس 2 كوكس 3 زي مين؟ زي اول عيله معانا الاسبرين او السلسليت، السلسليت عندنا ملحوظتين عنه. السلسليت منه تركيزين، تركيز من 75 ل 150 ده بيشتغل كانتي وتركيز تاني فوق ال 300 ده بيشتغل كمسكن ومضاد للالتهاب، بس ما يمنعش ان اللي فوق ال 300 برضه بيشتغل كانتي يبقى هو بيشتغل كمسكن ومضاد للالتهاب وكمان انتي كوياجولانت، ولكن الم من الـ 75 ل 150 بيعمل فقط كانتي يعني بيزود السيوله بس ملوش دعوه بالانفلاميشن ما بيأثرش عليها عشان كده غالبا تلاقي في الروشتات بتاعت الناس الكبيره والحوامل تلاقي الاسبوسيد مكتوب او الاسبرين 81 او غيره اللي هي التركيزات الصغيره عشان تزود السيوله عندهم لاننا بنخاف من حدوث الجلطات وتصلب الشرايين مع الناس الكبيره والحوامل يبقى اول ملحوظه انه في منه تركيزين، تركيز من 75 ل 150 ده بيشتغل كانتي كيكاجولانت للسيولة، وتركيز فوق ال 300 ده بيعمل كانرجيسيك وانتي انفلاماتوري وكمان انتي عادي خالص، وكمان خلي بالك ان الاسبرين ده اريفيرسيبل بايندنج لكوكس وان، فبالتالي لازم 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 لو ست حامل او لو حتى مريض عاوز يعمل عملية، لازم يمنع الاسبرين قبل العملية باسبوع على الأقل، خلي بالك من الحتة دي. طب ثالث ملحوظة في باد كومباينيشن اللي هي دراج دراج انتر اكشن ما ينفعش يتاخد مع الفالبوريك اسيد ولا الفينايتوين ولا الورفرين لان في ديسبليسمنت بيحصل لمكان البايندينج مع البلازما بروتين فيؤدي الى زيادة الفري دراج من الادوية دي فزيادة الفري دراج تؤدي الى التوكسيسيتي طيب ايه الادوية بقى؟ اسبرين او اسبريكارلو جاسبرين اجريكس ايزاكارت اسبرين بروتكت اسبوسيد طبعا منه اطفال ومنه كبار ريفو عندك فيه ثلاث او اربع ملحوظات عن الاسبوسيس الاسبوسيد منه مضغ واخر بلع المضغ ليه اسم اخر اسبوسيد اطفال بس مش معنى انه اطفال يعني اللي بيتعاطاه طفل صغير طبعا لا معروف ان الاسبوسيد او الاسبرين عامه او السالسيليت بيمنع مع الاطفال اللي عمرهم اقل من 16 او 12 سنه ليه لان الدراسات اثبتت ان تناول الاسبوسيد او الاسبرين عامه في العمر الصغير يؤدي الى ظهور سندروم معينه تسمى ريس سندروم وطبعا طبعا السندروم ديت مجهوله في السبب ولكن احد الاسباب اللي بتؤدي لظهورها تناول الاسبوسيد او الاسبرين في العمر الصغير. دي دي اول ملحوظه انه منه مضغ واخر بلع. ثاني ملحوظه الاسبوسيد يكتب للحوامل ولكبار السن. ثالث ملحوظه الاسبوسيد يستخدم كبروفيلاكسز في جلطه الدماغ. طبعا دي احنا قلناها. بندي المريض اربع اقراص اسبوسيد عند حدوث اعراض الجلطه وبعد كده ناخده للمستشفى احنا بس يا دوبك حاولنا نحميه من حدوث اي شلل او مضاعفات او كومبليكيشن وناخده المستشفى والمستشفى تشتغل معاه طيب كده خلصنا اول عيله اول عيله اللي هي الثاليسيليه تاني عيله الديكلوفيناك الديكلوفيناك عليها ثلاث ملاحظات الديكلوفيناك واحد الماكسيمم دوز اوف ديكلوفيناك 150 مللي جرام 150 مللي جرام ثاني ملحوظه الديكلوفيناك تمنع مع الاطفال اقل من سنتين ما ينفعش تدي طفل اقل من سنتين ديكلوفيناك وعلى العلم هتلاقي دكاتره كتير كاتباه بس هو المفروض يمنع مع الاطفال لانه بيسبب رينال فيلور يعني فشل كلوي. ثالث ملاحظه ان الديكلوفيناك منها نوعين مشهورين ديكلوفيناك صوديوم وديكلوفيناك بوتاسيوم بس ما يمنعش ان في انواع تانية زي ايبولامين وغيره من الانواع بس الاشهر صوديوم وبوتاسيوم. طيب ايه الفرق بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ عندنا فرق بسيط الصوديوم بيدوب ببطء ويمتص ببطء وبالتبعية بما انه يمتص ببطء يبقى هيستمر في الجسم لفترة طويلة بما انه هيستمر في الجسم لفترة طويلة يبقى مفعوله هيدوم لفترة طويلة وعلى العكس البوتاسيوم البوتاسيوم بيدوب بسرعة ويمتص بسرعة بالتبعية يبقى هيخلص بسرعة يعني مفعوله هينتهي بسرعة طيب يعني لو انا عندي مريض عنده سخونية عنده حمى وعاوز اديله دواء اديله ايه صوديوم ولا بوتاسيوم مثلا اديله صوديوم طبعا لان المفعول بتاع الصوديوم بيستمر لفترة كبيرة مش هديله بوتاسيوم مفعول هيخلص هي بعد ساعتين او ثلاث ساعات وبعد كده الحرارة ترد له لا انا عاوز مفعول اطول شوية 8 9 10 12 ساعة فبالتالي لازم نديله صوديوم وليس بوتاسيوم طب ثاني مثال على الحته دي الفرق بين الصوديوم والبوتاسيوم لو انا مثلا بجري او بلعب حصل لي شد عضلي انا عاوز اكمل الماتش اللي انا بلعبه عاوز اكمل الماتش يعني عاوز اخد دواء ياثر على طول ويسكن لي الالم على طول فاخد ايه اخد بوتاسيوم طب انا لو حصل لي الشد العضلي بعد ما خلصت الماتش فعاوز عاوز احس بالراحه لفتره اطول اخد صوديوم عشان يستمر عدم الاحساس بالالم لفتره اطول طيب ديكلوفيناك زي ايه ديكلوفيناك صوديوم زي فولتارين اولفيم فلوتاك فلكتور ديكلاك دولفين ديكلوفين ديفايدو ايبفينك بيبريليف ارثروفاست رومافينجل رومارين رومالكس امبول ارتكا فول امبول انوفا فانتومور زكاجلون امبول طب بوتاسيوم وطبعا قلنا على البوتاسيوم في ملاحظه بسيطه عنه احنا قلنا اي علبه دواء تنتهي بكلمه افلام او مقطع افلام او فلام فهو مسكن حتى يثبت العكس مكبرة اكتر اي علبه دواء تنتهي بمقطع افلام او فلام فهو ديكلوفيناك بوتاسيوم حتى يثبت العكس يبقى عائله افلام اللي هي البوتاسيوم زي مين كتفلام، كتفاص، كاتافاست افلام رابيدوس كاتافلاي فلام فاست افلام انتي فلام راب فلام دولفين كي فلامي فاست في عيلة شبيهة للديكلوفيناك تسمى سيكلوفيناك زي مين؟ فيناك وبريست افلام نيجوا على العيلة اللي بعد كده الابيوبروفين الابيوبروفين عليه ثلاث ملحوظات الماكسيمم دوز اوف ابيوبروفين 1200 مللي جرام 1200 مللي جرام جرعته اكبر طبعا من الديكلوفيناك ولكن في التاثير الديكلوفيناك اقوى طبعا في التاثير لان الماكسيمم دوز بنوصلها على طول طيب الماكسيمم دوز اوف ايبوبروفين 1200 مللي جرام التوكسيك دوز اوف ايبوبروفين 2400 مللي جرام ثالث واهم ملحوظه الايبوبروفين تمنع مع الاطفال اقل من 6 شهور ما ينفعش تدي ايبوبروفين لطفل اقل من 6 شهور ايبوبروفين زي مين بروفين بروفيسول فلابو كونتافيفر ان سيتافين ان ميجافين ان طبعا الثلاثه دول بيستخدمه كخافض للحراره للاطفال ماركوفين رابي فين مثيله او اخوه ديكس ابيبروفين زي اكسترا جيسيك سادس عيلة معانا الكيتو بروفين الكيتو بروفين عليها ملحوظتان الكيتو بروفين ده مور بوتنت زان ابيبروفين يعني اقوى منه تاني ملحوظة الماكسيمم دوز اوف كيتو بروفين 300 ملي ماكسيمم دوز اوف كيتو بروفين 300 ملليجرام جرام يور بروفين زي مين باي كيتوجيسيك باي الكوفان باي بروفينيد فاستم جل منتو بروفين جل كيتولجين جيسكت كيتو فان وطبعا في ملحوظتين عن الباي كيتوجيسيك والباي الكوفان او في ناس بتقول عليه باي كوفان المهم الباي كيتوجيسيك والباي الكوفان عليهم ملحوظتين ايه هما واحد هتلاقي حد يخش لك يقول لك عاوز البرشامه النصين الحبايه النصين البرشامه اللي نصها ابيض ونصها اصفر ايه بقى البرشامه النصين باي الكوفان او باي لانك لو بصيت للشريط هتلاقي الحبايه مقسومه نصين نص ابيض ونص اصفر طيب تاني ملحوظه الجرعه بتاعتهم 150 مللي جرام فبالتالي اقصى جرعه ممكن تتعاطاها في اليوم جرعتين فقط نخش على العيلة اللي بعد كده اللي هي ديكس كيتو بروفين زي مين؟ ديكس كيتو كير برافين. العيله اللي بعدها لوكسو برافين. زي روكسو جاسيك وطبعا لو بصيت على الرف هتلاقي روكسو جاسيك مكتوب بالعربي العيله اللي بعد كده الكيتورولاك والكيتورولاك عليه ملحوظتين او ثلاثه اول ملحوظه ان الكيتورولاك ده باورفول انالجيسيك مسكن قوي عشان كده بيعتبر اقوى مسكن حلال للكبار ومودريت انتي بايوريتك يعني بيؤدي الى خفض الحراره ولكن تاثيره ضعيف شويه وويك انتي انفلاماتوري effect يعني يعتبر ملوش انتي انفلاماتوري effect يبقى الكيتورولاك اول ملحوظه انه باورفول انالجيسيك مودريت antibiotic, ويك انت انفلاماتوري عشان كده الكيتورولاك يعتبر اقوى مسكن حلال للكبار طبعا الملحوظه الثانيه الكيتورولاك يمنع مع الاطفال ما تديش كيتورولاك للاطفال الكيتورولاك زي مين زي كيتولاك ادولور فام خش على العيله اللي بعد كده اللي هي اندوميثاسين طبعا الاندوميثاسين في عندنا ملاحظه واحده بس عنها ان الاندوميثاسين باورفول انتي انفلاماتوري افكت عشان كده غالبا تلاقيها بتطلع مع خشونه المفاصل لانها من اقوى مضادات الالتهاب وكمان بتطلع غالبا مع الروماتويد او الروماتيزم لانها اقوى مضاد للالتهاب واحنا كنا قايلين ان الكيترولاك برضه بيطلع مع خشونه المفاصل لانه مسكن قوي خالص يبقى الاندوميثاسين باورفول انتي انفلاماتوري افكت وذ نو انتي افكت ملوش دعوه بالحراره ما بيأثرش على الحراره هو بس شغله كله انه بيؤدي الى تقليل الانفلاميشن بس زي مين الاندوميثاسين زي اندوميثاسين اندوسيد ميتاسين امبول العيله اللي بعد كده اللي هي البايروكسيكام زي مين فيلدين فيلدين فلاش ديسبركام بريجزين العيله اللي بعد كده تينوكسيكام التينوكسيكام زي مين انوكسيكام ابيكوتيل سورال تينوكسيكام اخر عيله في النون سيلكتيف كوكس اللي هي الميفيناميك اسيد الميفيناميك أسد عليها ملحوظه واحده بس الميفيناميك أسد تستخدم في علاج الدسمينوريا. ايه هي الدسمينوريا؟ اللي هي الام الطمس او الام الدوره الالام المصاحبه للدوره الشهريه تسمى دسمينوريا. فالميفيناميك اسيد يستخدم في علاج الدسمينوريا. طبعا ده في حاله عدم وجود الناتشرال انالجيسيك اللي هم ايه اجنيوكاستون وبريمروز بلس لو ما لقيناش الناتشورال انالجيسيك دي بننتقل الى الميفيناميك اسيد الميفيناميك اسيد زي مين زي بونوفورت والبونستانفورت بونو فورت والبون فورت كده الحمد لله خلصنا أول عيلة اللي هي النون سيلكتيف كوكس. نيجي على تاني عيلة السيلكتيف كوكس 2 وطبعا السيلكتيف كوكس 2 يعني بتصطاد كوكس 2 بس فتمنع الانفلاميشن وتمنع البين الطرفي وطبعا ما يمنعش انها بتؤثر برضه على كوكس 1 هي اه هايلي سيلكتيف لكوكس 2 بس طبعا انت ما تقدرش تتحكم فيها قوي في البلاد هي يا دوب الجرعة انت بتاخدها بتعدي تروح للبلد وبعد كده البلاد يروح مكان ما يروح بقى فهو ليها تاثير ضعيف على الكوكس 1 بس هي هايلي selective في كوكس 2 طيب نيجي على ادويه اول عيله معانا سيليكوكسب سيليكوكسب زي مين سيليبريكس ارثريكس سيليكوكس يورو كوكس يورو كوكس تاني عيله معانا التوري كوكسب التوري كوكسب زي اركوكسيا ليه منها تركيزين 60 و90 تالت عيله معانا الميلوكسيكام الميلوكسيكام زي انتي كوكس تو ميلو كام ميديكس افلام خلي بالك ده بينتهي بافلام بس مش من عائله البوتاسيوم يبقى دي اول مره تثبت العكس ان احنا قلنا ان اي علبه دواء تنتهي بافلام او فلام فهي ديكلوفينات بوتاسيوم اهي دي ميديكسا فلام تنتهي بافلام ولكن من عائله الميلوكسيكان ادي اول مره تثبت العكس بس خلي بالك احنا قلنا ملاحظه ثانية ان اي دواء تنتهي بالمقطع افلام او فلام فهو مسكن حتى يثبت العكس وهدي ده اهو ميديكسا فلام ينتهي بافلام من عائلة الميلوكسيكام والميلوكسيكام ده سيلكتف كوكس 2 والسيلكتف كوكس 2 ده ايه؟ ده عبارة عن انس 8 عبارة عن مسكن يبقى هنا القاعدة مظبوطة ان اي علبة دواء تنتهي بافلام او فلان فهو مسكن حتى يظبط العكس طيب موجود الميلوكسيكام في ايه كمان؟ في الموبيك موبيتيل طبعا الموبيك عليه ملحوظة بسيطة الموبيك لو بصيت كده على الرف هتلاقي علبة مش مكتوب عليها اي حاجة فتيجي عند حرف الام العلبه اللي مش مكتوب عليها اي حاجه هي دي الموبيك اسحبها وانت مطمن بس طبعا الموبك في منه تركيزات فخلي بالك من الحته دي الميلوكس كان موجود في ايه كمان في موبيتيل فلام ادي تاني مره يثبت العكس وكمان موكسين سين. نيجي على اخر عيله في Selective كوكس 2 اللي هي اللورنوكسيكام طبعا قلنا ملاحظه عن اللورنوكسيكام اللورنوكسيكام طبعا في اقوال متضاربه عنها في ناس تقول انها Selective كوكس 2 وفي ناس تقول لا هي تاثيرها واحد لواحد يعني هي بتاثر على كوكس 2 وبتاثر على كوكس 1 بنفس النسبه واحد لواحد فيعني هنعتبروها من Selective كوكس 2 وخلاص فاللورنوكسيكام زي مين؟ لورنوكسيكام وزيفو اخر عيلة معانا اللي هي سلكتيف كوكس 3 سلكتيف كوكس 3 عيلة الباراسيتامول اللي هو امن مسكن بيتكتب كله حتى اللي ممنوع معاهم بيتكتب معاه الباراسيتامول ملاحظاته كتيرة شوية اول ملاحظة الباراسيتامول مينلي انتي في التركيزات الصغيرة اقل من 500 او اعلى من 500 بيشتغل كانتي كخافض للحرارة طب لو زودنا الجرعة فوق 1000 لا دي تشتغل كأنالجيسك يبقى الباراسيتامول باورفول أنتي بايوريتك وشوية أنالجيسك بس ملوش دعوة بالإنفلاميشن with no anti-inflammatory effect يبقى الباراسيتامول باورفول أنتي بايوريتك مودريت أنالجيسك No anti-inflammatory effect هذه دي, دي أول ملاحظة تاني ملاحظة الماكسيمم دوز في باراسيتامول 4000 ملي جرام الماكسيمم دوز في باراسيتامول 4000 مللي جرام طب التوكسيك دوز التوكسيك دوز اوف باراسيتامول 10000 ملي جرام لو تلاحظ الرينج بين الاثنين 10000 و4000 رينج كبير عشان كده الباراسيتامول امن مسكن موجود في السوق طب لنفرض حصل التوكسيسيتي من الباراسيتامول ايه الحل الحل تديله له انتي دوت يسمى ان اسيتايل سيستايين او ميثيونين ده عباره عن انتي دوت بنديه لمريض اللي حصل له توكسيسيتي من الباراسيتامول ثالث ملحوظه ان الباراسيتامول امن للحوامل امن للرضاعه امن للاطفال من اول يوم امن لمرضى الضغط امن لمرضى الكليه او الرينال فيليور خامس ملحوظه الباراسيتامول غير امن لمرضى الكبد ما ينفعش تدي مريض كبد باراسيتامول بس في روشتات آه بتاعه كبد بيبقى مكتوب فيها باراسيتامول عادي اذا ما عدناش الماكسيمم دوز او التوكسيك دوز عادي لازم يبقى فيه ادجاستمنت للدوز لو تلاحظ ان لما البارسيتامول بيتكتب لمريض الكبد الدكتور بيقول له خد مثلا حبايه في اليوم خد مثلا حبايتين في اليوم يعني بيحدد له الجرعه المطلوبه ما ينفعش يتخطاها يبقى البارسيتامول ممكن يتكتب لمريض الكبد مع انه ممنوع معاه ولكن لازم يحصل ايه ادجستمنت للدوز لازم تعمل ادجستمنت للدوز طب انت قلت لي تمول يمنع مع مريض الكبد طب يمنع ليه؟ عشان الباراسيتامول بيحصل له ميتابوليزم اند اكسكريشن باي ليفر بتحصل عمليه الايض والاكسكريشن والاخراج عن طريق الليفر ازاي الباراسيتامول بعد ما يخلص شغله الجسم بيعتبرها كتوكسيك ماتيريال فانا عاوز نطلعها بره الجسم وعاوز نقلل التوكسيسيتي بتاعتها ونزود البولاريتي بتاعتها عشان نطلعها بره الجسم فيعمل ايه الجسم يجي مدخلها على الليفر الليفر يعمل ايه الليفر يؤدي الى افراز ماده تسمى جلوتاثيون الجلوتاثيون وظيفتها في الموضوع بتاعنا ده انها تحول الهاي توكسيك ماتيريال من البارستامول الى ليس توكسيك ميتابولايت وبكده تقلل التوكسيستي بتاعت البارستامول ولكن احنا في مريض الكبد هو الكبد بتاعه تعبان اساسا، فخلي بالك من الحته دي. ان هاي دوز اوف باراسيتامول ان ايه؟ هاي دوز، مش اي جرعه، لازم تكون جرعه عاليه. ان هاي دوز اوف باراسيتامول الليفر ما يقدرش يتعامل معاها كده خلاص يؤدي الى انديوس الهباتايت. يبقى الهاي دوز اوف باراسيتامول في مريض الكبد تؤدي الى انديوس الهباتايت. ولكن ممكن مرض الكبد ياخد الباراسيتامول بجرعات بسيطه او ادجستمنت للدوز تلاقيه غالبا النوفالدول ألف مكتوب لمريض الباراسيتامول ولكن طبعا في ادجستمنت للدوز يبقى الملحوظه الخامسه بتاعتنا ان الباراسيتامول غير امن لمريض الكبد لان الهاي دوز اوف باراسيتامول تؤدي الى الهيباتايتس ولكن كان في دواء موجود في السوق ممكن يستخدمه مريض الكبد عادي خالص وما فيهوش اي ضرر اللي هو كان اسمه ايه اسمه هيبامول هيبامول بيحتوي على باراسيتامول مع ان اسيتيل سيستين وطبعا احنا قلنا وظيفه الان اسيتيل سيستين الان اسيتيل بيشتغل مش متاكد من الميكانيزم قوي بس هو يعني بيعمل ايه بيعمل على تحفيز الجلوتاثيون او يتكسر ويؤدي الى تكوين جلوتاثيون من الاخر انه بيكون جلوتاثيون بعد ما يكون الجلوتاثيون الجلوتاثيون بيعمل ايه زي ما قلنا قبل كده بيحول التوكسيك باراسيتامول الى ليس توكسيك ميتابولايت فبيقلل التوكسيسيتي وبيحمي المريض ده من التوكسيسيتي سادس ملحوظه معانا في اسماء متشابهه الادويه سيتال سيتالو سيتال ده مسكن بينما سيتالو ده مهدئ للاعصاب سادس ملحوظه لو واحد دخل قال لك عاوز دوا برد بطعم الكريز دولو دي دولو دي دواء برد بطعم الكريز طب لو قال لك عاوز دوا برد بطعم الكريز او العنب تمبرا او دولو دي بلس كمان لو واحد قال لك عاوز دوا برد لست حامل او عاوز دوا برد لمريض ضغط تديله ايه تديله سيفامول سيفا مول سيفا مول اقمن دواء برد للست الحامل أو لمريض الضغط ليه امن دواء برد؟ لأنه عبارة عن باراسيتامول مع فيتامين سي الباراسيتامول يشتغل كمسكن والفيتامين سي بيزود المناعة من ملحوظة معانا لو واحد دخل قال لك عاوز دواء برد مرسوم عليك وفيه جي سي مول جي سي مول دواء برد مرسوم عليه كوفية ممكن يعني برضو تحط في التشابهات الجي سي مول سيفا مول تحس برضو ان الاسماء متقاربة وطبعا احنا نسينا في الابي بروفين نقوله ملاحظة في اسماء متشابهة في الايبوبروفين برضه زي مين علبة تسمى بارافون وعلبة اخرى تسمى باروفين باروفين وبارافون الباروفين ده مسكن عباره عن باراسيتامول البارافون عباره عن مصر ريلاكسنت يبقى الباروفين مسكن بينما البارافون مصر ريلاكسنت نيجي على ادويه الباراسيتامول زي مين سيتال بنادول ادول بارامول ابيمول بايرال نوفالدول سيتامول في كمان من الباراسيتامول اي في هتلاقي كده زي تحس انه برطمان كده مش علبه دواء اساسا اسمه ايه بيرفالجان وانجكتامول بيرفالجان وانجكتامول الاثنين دول عباره عن اي في انترافينوس يعني وكمان الباراسيتامول موجود في تمبرا والتمبورال تمبرا وتمبورال في ملحوظة عن الباراسيتامول في فرق بين سيتال وسيتال اكسترا ادول وادول اكسترا بنادول بنادول اكسترا بندول ابيمول ابيمول اكسترا ايه الفرق ان البنادول عباره عن باراسيتامول اونلي بينما البنادول اكسترا عباره عن باراسيتامول زائد كافيين يعني زودنا كافيين وظيفه الكافيين ايه بيعمل حاجه اسمها سينرجيزم يعني ايه سينرجيزم يعني بيزود الافيكاسي بتاعه الباراسيتامول يعني بيزود الافكت بتاع الباراسيتامول بيخليه احسن او افضل تاني حاجة الكافيين برضه يشتغل كمنبه شوية نيجوا على مسكنات أخرى ملهاش دعوة بالكوكسات زي مين؟ أسيميتاسين زي أوست ماب أوست ماب عيلة كمان الدايسيرين زي أرتيكيوسيف ودايسيرين وطبعا الارتيكيوسيف والدايسيرين دول بيستخدموا غالبا مع خشونه المفاصل والاوستيوارثرايتس اخر عيله معانا الميتاميزول الميتاميزول او الدايبايرون زي نوفالجين او اوبلونج نوفالجين نوفالجين او اوبلونج نوفالجين في بقى مسكنات عباره عن كومباينيشن يعني هي مش عباره عن ماده واحده لا ممكن تكون ماده او اكتر زي مين اكسيدرين فيجا سكين كومباوند ارثنيير بين ريليفر سيتافين سيتافين بلس باروفين ميجافين ابيمول اكسترا ادول اكسترا بنادول اكسترا برونتو بلس فيتو سيتامول فيتو سيتامول اتمنى تكون التجميعة دي مفيدة ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته